نتحدث أكثر عن هذا الموضوع والتداعيات عبر الهاتف من الكويت. ينضم إلينا دكتور فهد شليمي، رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام. هي الشعرة التي قصمت ظهر البعير، الكثيرون قالوا هذا فيما يتعلق بإطلاق الصاروخ أمس، فيما يتعلق بالتعامل مع إيران، هي طبعا داعمة للحوثيين في اليمن. ماذا ننتظر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني رماية الصواريخ، خلينا نعرف القصد الاستراتيجي منها، هو بث الرعب وزيادة الضغط السياسي على دول التحالف، وأيضا هي أيضا لرفع معنويات القوات الحوثية الميليشيات والانقلابية في اليمن، والتسويق لهذا الصاروخ بأنه انتصار وأننا استطعنا وإعطاء انتصارات وهمية. تم اعتراض هذا الصاروخ وسقوطه في منطقة غير مأهولة. أيضا هذه الصواريخ مع أنه كان الهدف منطقة مأهولة، هدف الحوثيين. نعم طبعا طبعا كان الاستهداف هو استهداف أعمى لمنطقة مأهولة، لا يوجد هدف محدد. هم قالوا مطار الملك خالد، ولكن معروفة دائما المطارات لها شبكة دفاع جوي تغطيها والأماكن العامة. بالتالي هذه الصواريخ الإيرانية هي تكنولوجيا إيرانية وليست يعني لتطوير الحوثي كما يحاولون أن يسوقون. أيضا استمرار هذه الصواريخ هو للحقيقة زيادة ضغط على دول التحالف العربي، بحيث أنهم يخففون من الشروط أو يقولون أنهم ما زالوا في قوتهم، بينما هم الآن الخلافات بينهم القوات الانقلابية، التجاذبات السياسية بينهم، المشاكل العسكرية ونقص الإمداد موجود لديهم، هناك أيضا تحركات للجيش الوطني في جبهة ناعم. إذن المحصلة أنه هو رفع انتصار وهمي إعلامي. الآن أحد قادة الحرس الثوري الإيراني صرح من حوالي ساعتين يقول أن الحرس الثوري ليس لديه القدرة على نقل هذه الصواريخ، وهذا طبعا كذبة أخرى تضاف إلى الكذبات الموجودة لديه. لكن نقول بدايات الصواريخ تقول إيرانية، صناعة الصواريخ تقول إيرانية، من طور ومن وهذه ليست لأنه الأولى، ولكن يعني طبيعي هذا الموضوع، ولكن هذه المرة التي نتحدث فيها عن الرياض. دكتور فهد، في بعد ما حدث أمس وما أعلن فيما يتعلق بعد باستقالة الحريري، سبهان قال وزير الدولة لشؤون الخليج العربي قال في التحدث عن حزب الله وعن إيران بأنه يد إيران يجب أن تبتر، ما الذي ننتظره؟ من زمان نقول يد إيران، وأنا أقول عقل إيران يجب أن يخترق، لأن لا نريد أن نحارب الأذرع. أذرع إيران هي الحشد الشعبي في العراق، حزب الله في إيران، الحوثيين في اليمن، الجماعات الطائفية في سوريا، وبالتالي مصدرها العقل. أنا أعتقد نقل المعركة أو التعامل مع العقل المدبر وهو في طهران هذا أكثر توفيرا من محاربة الأذرع، لكن لأنه يحدك القانون الدولي في عدم التدخل في الشؤون الداخلية فيلجؤون إلى محاربة الأذرع تحت سيادة الدول التي موجودة. بس نحن هذه المرة نتوقع تغييرا في المشهد على الأرض، نتوقع تصعيدا، يعني وكأنه القول اليوم فقط لإيران يكفي. أنا أعتقد اللهجة هذه تسعيد من قبل المملكة العربية السعودية لأن أفاض فيها الكيل. لم اسمع دكتور فهد. اذا تم تطوير الموقف الى مستوى دولي وادخال مجلس الامن وادخال المنظمات الدوليه فيه، قد نتحدث عن تطوير للموقف الدبلوماسي والسياسي وزياده الضغط الايراني. ما هو الموقف الامريكي؟ ما هو موقف دول مجلس الامن؟ في هذه الحاله نستطيع ان نقول والله تم تطوير الموقف. أما الشجب والاستنكار لن يجعل إيران الحقيقة سنتابع الموضوع ونرى إن كان سيقتصر على تغيير المشهد سياسيا ودبلوماسيا. شكرا لك من الكويت دكتور فهد شليمي، رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام.